كانت طوال الوقت ومنذ بدء العدوان حاضرة لتقديم المساعدات من حملات لجمع التبرعات، منوال تموينية ومساعدات طبية، وتقديم الدعم النفسي والترفيه عن الأطفال، وارتقى منها أيضا عدد من الشهداء وهم على رأس عملهم. معنا للحديث عن جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية ونشاطاتها التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي، سيد محمد سوالمة، وهو رئيس الجمعية، وأيضا حنان أبو قبيطة، عضو في اللجنة الإرشادية في المحافظات الشمالية ومفوضة إرشادية في محافظة رام الله والبير. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا فيك. يعني بداية خلينا نحكي عن الحملات التضامنية والنشاطات التي قامت بها الجمعية خلال يعني أو منذ بدء العدوان على أهلنا في قطاع غزة. أول شيء يعني بنصبح عليكم وبنحب نستهل حديثنا بتوجيه التحية لأبناء شعبنا الصامدين في هذه المحرقة وحرب الإبادة اللي بتعرض إلى الشعب الفلسطيني منذ أن وطأت بريطانيا أقدامها على أرض فلسطين. بنتوجه كمان بالتحية إلى أسر الشهداء والجرحى اللي هم الآن حسب متوالية هندسية، يعني الأعداد تسير بشكل متسارع جداً. الحقيقة يعني العدوان على الشعب الفلسطيني يعني يأخذ أشكال وألوان متعددة، ليست فقط على الصعيد المحلي، ولكن العدوان يستهدف أيضا قضايانا اللي تنتشر على الصعيد العربي أو الصعيد العالمي. صحيح. الحراك اللي موجود في الكشافة الفلسطينية هو الحقيقة مش بمحض الصدفة، لأنه إحنا أصلا يعني فكرة التطوع يعني كنا سباقين إلها منذ 1912 من تاريخ نشأة الحركة الكشفية الفلسطينية، وكانت يعني في البدايات فكرة الكشفية أصلا تقوم على التطوع، ولذلك يعني أصبح موضوع التطوع هو موضوع منهجي، والآن هو متطلب أساسي في اجتياز الكشاف مراحل تربوية معينة في منهجه التدريبي. لكن بشكل خاص في ظل العدوان على 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 قطاع غزة، الحقيقة منذ اللحظة الأولى يعني هبت الكشاف الفلسطيني نتكلم فيها على محورين، هم من هم تحت القصف، قادتنا، لجاننا، لجنة العمل الكشفي العليا في قطاع غزة، أعضاء اللجنة التنفيذية، كل مفوضياتنا العاملة الخمس في قطاع غزة على 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 انتشارها في 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 كل مواقع قطاع غزة، هبت من اللحظة الأولى لتلبية نداء الواجب، لأنه يعني تحت الشعار الكشفي اللي احنا بنعمل دائما من ضمنه اللي هو كن مستعدا، وبالتالي كن مستعدا يعني لنداء الواجب مهما كان شكل هذا الواجب. فلم يتوانى ولم يتأخر الشباب الكشاف الفلسطيني على ساحة قطاع غزة من أو لم يتأخر عن تقديم نفسه وروحه ودمه فداء لمجتمعه ولأمته. فالشباب من اللحظة الأولى كانوا مجندين أصلا في طواقم الإسعاف، طواقم الإنقاذ، بمجرد نشوء مراكز الإيواء في 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 قطاع غزة، وبالمناسبة يعني هي 10 مراكز إيواء، منها 7 تابعة للأونروا و3 تابعة للقوة الوطنية والإسلامية، تواجدت فيها طواقمنا الكشافة الفلسطينية في ساحة قطاع غزة. خليني أنتقل لحنان. يعني حنان، حدثينا أكثر يعني كمان عن دور المرأة، دور الفتيات في هذا المجال، سواء يعني أيضا في الضفة الغربية وكمان يعني في قطاع غزة، لأنه عم نحكي عن حديث عن الكشافة في مختلف يعني المحافظات. طبعا في البداية أنا بوجه لك الشكر والتحية طبعا لاستقبالنا في هذا البرنامج. أكيد هذا واجبنا. إحنا دور المرشدة أو دور المرأة خلينا نقولها بفلسطين جزء لا يتجزأ عن الرجل، فهي مكملة لنشاطاته، مكملة لأشغاله. إحنا المرشدة بفلسطين وبالذات بالحركة الكشفية دائما موجودة بالساحات، وهذا الشيء طبعا الكل بيعرفه لأنه موجودة من تواريخ ومن زمان، يعني موجودة دائما في الساحات عم بتستنى النداء ليجيها حتى تلبيه. المرشدات بفلسطين بكل محافظاتها لما صار العدوان الإسرائيلي على قطاعنا في غزة نزلوا بالساحات، كان لهم جزء بحملات التطوعية بتبرعات بالدم، كان لهم حملات توعية
للمقاطعات المنتجات الإسرائيلية. كان لهم دور برضو كتير كبير بجلب المساعدات، جلب المؤن، سواء بلشوا في بيوتهم نفسهم. يعني المرشدة بلشت في بيتها، هي صارت تاخذ وتنزل. نفس الشيء كانت في المسيرات موجودة، في المشاركات موجودة. فدور المرشدة بدك تحكي أي نشاط، ما في نشاط للشباب ونشاط للبنات، كانت موجودة في كل ما تحمل من قوة. غير أنه كانت كمان تزور المستشفيات اللي فيها برضو شباب وصبايا وأطفال من قطاع غزة فيها. نعم. كانت تروح تزورهم، تسندهم بكلمات معنوية ونفسية، توزع الابتسامة لإلها وتعطيها دور كتير كبير في أنه لسه اللي جاي أفضل من اللي راح. نعم أكيد. إحنا رح نرجع كمان نحكي عن يعني هذه الحملات التضامنية والتواصل طبعا مع كل القطاعات من أجل دعم أهلنا في قطاع غزة، لكن أيضا سننتقل مباشرة إلى قطاع غزة. ينضم إلينا من هناك رياض زيد، وهو رئيس لجنة وحدة المجتمع في غزة، ليضعنا في صورة يعني عمل الجمعية في القطاع. صباح الخير رياض. صباح النور. بداية رياض، يعني احكي لنا عن أهم يعني النشاطات التي قامت بها الجمعية في قطاع غزة بالتواصل مع يعني النازحين في مراكز الإيواء، وأيضا ربما مع الجرحى في المستشفيات. بداية أنا رياض زيد، رئيس لجنة تنمية القيادات بالمحافظات الجنوبية، ورئيس لجنة الإسناد والطوارئ والإسناد الكشفي التي تشكلت على أثر العدوان على غزة. في البداية أتوجه بالتحية للقائد محمد سوالمة والقائدة، ضيوفك الكرام، خادتنا وأساتذتنا. والصورة بشكل عام منذ العدوان على غزة، يعني هبت الكشافة الفلسطينية للأداء بدورها واجبها بتوفير طاقم إسناد لإدارات وكالة الغوث في مراكز اللجوء، حيث أن هذه الإدارات كانت تفتقر للعديد من الطاقات. فتوجه شبابنا وقادتنا الكشفيين ليوفروا احتياجات كمدخلين بيانات، كترتيب، كتوزيع مساعدات. من ثم بدأت هذه الفكرة تكبر أكثر بسبب كثرة الاحتياج، فبدأنا نتلمس احتياجات إخواننا وأهلنا النازحين في مراكز اللجوء بما لا تغطي الأنروة. فبدأ التوجه للمؤسسات المجتمع المدني لعقد شراكات معها ودخول معها بحملات شبابية من أجل توفير هذه الاحتياجات كالأدوية واحتياجات الإعاقة واحتياجات الأمراض المزمنة. من ثم بدأت هذه الفكرة تكبر بسبب كبر الاحتياج. صحيح. نعم، يعني كان هناك أولويات معينة رياض في التواصل مع الناس، حاجاتها الأولوية. يعني احنا كلنا نعرف انه القطاع اصلا كان في هناك نقص في اساسيات يعني في الحياة، فكيف وضعتوا الأولويات لسد هذه الاحتياجات، خاصة يعني مع تصاعد العدوان واستمراره؟ يعني اعتقد ان الاولويات فرضت نفسها علينا. فاولويات الناس كانت للطعام، لتوفير وجبات الطعام، وخاصه اننا نتحدث عن فتره عدوان في شهر رمضان. هذه من الاشياء التي فرضت انفسها علينا. من الاشياء اللي فرضت انفسها علينا ايضا عدم تاهيل مراكز النزوح، فمراكز النزوح اصلا هي مدارس غير مؤهله لاستقبال الناس. فموضوع حاجات الناس من الماء، حاجات الناس للاستحمام، حاجات الناس للنظافة، حاجات الناس للملابس. أهلنا النازحين خرجوا من بيوتهم لا يعني بالكاد أخذوا أبنائهم وحملوا أبنائهم، لم يحملوا شيئا، بيوتهم دمرت بالكامل، لا يوجد معهم أي شيء يسد رمق الحياة. فحاجات الناس فرضت أنفسها علينا بالترتيب، يعني من طعام، من غذاء وطعام، من شراب، من كسوة، من دواء، وما زالت الامور تصاعد. الا ان الكشاف الفلسطيني يعني وحاجه يعني الحرب فرضت علينا اشياء كثير، كحاجه المستشفيات للدم، كحاجه المستشفيات لمتطوعين جدد. نحن فقدنا شهداء من ابناء الحركه الكشفيه اثناء ادائهم لدورهم كتطوع، يعني الشهيد يوسف دربي فقدناه في محافظه رفح اثناء اداء دوره كاسناد للمسعفين، وفقدنا مرشد اثناء اداء دورها في زياره المستشفيات. يعني اهم ما نتطلع اليه في هذه الحرب، نوجه التحيه لجمعيتنا، جمعيه الكشافه، التي هب قادتها في كل مكان، في الضفه الغربيه، في لبنان، في الشتات، للتضامن معنا وجمع المساعدات. والا
وإن لم تصل المساعدات حتى الآن فهذا نتيجة تنسيق ومعابر نحن نعي جيدا، ولكن أن نشعر أنهم معنا هذا يزيدنا فخرا ويزيدنا صمود. نعم رياض، يعني بدي أتحدث عن الجانب الإنساني، يعني كيف لمستوا ردود فعل الناس يعني على تواصلكم معهم، على تقديم هذا الدعم، وقوفكم إلى جانبهم، وأيضا كما ذكرت ارتقاء الشهداء يعني وهم طبعا يعني في الميدان، يعني وأيضا ربما كمان الدعم النفسي اللي قدمتوه سواء بالتواصل مع الأطفال والترفيه عنهم رغم شدة العدوان، إلا أننا نشعر أن الكشاف الفلسطيني في أحسن حالها. الكشاف الفلسطيني الآن متضامن مع شعبه وشعبه ملتف عليه ويحمل فوق الرؤوس. النازحين أبناء شعبنا، الطواقم المؤسسات المسؤولة من إدارة من شرطة من أمن من مؤسسات يتباهون بالكشاف الفلسطيني ويفخرون به ويوجهون له تحية، لأنه نزل ليكون بينهم. من أوائل المؤسسات التي نزلت لتكون بين النازحين وبين أبناء شعبنا هم الكشافين، بل إننا كنا نتوجه إلى مراكز النزوح قبل الجهات المسؤولة عنها، نتولاها وننظمها ونديرها إلى أن تأتي الجهة المسؤولة فنسلمها ذلك. التنشيط مع الأطفال، يعني قمنا في جميع مراكز نزوح قطاع غزة بعمليات التنشيط للأطفال والتفريغ النفسي وتلبية احتياجاتهم. إن حالة الحرب أربكت الكثير، أربكت الكثير من المؤسسات، ولا إن الكشاف الفلسطيني الذي درب على ذلك وكان يستعد على ذلك من خلال وعده المستمر بأن يكون أن يقوم بواجبه نحو نعم. الله والآخرين ماشي. نعم. هذه النفسية، هذه التربية الكشفية التي ربينا عليها كشفينا وربينا عليها قادتنا ماشي، جعلتهم على عهدة الاستعداد لهذه المرحلة. فكان الكشاف الفلسطيني مفخرة بين أبناء شعبه واحتضن أبناء شعبه واحتضن أبناء شعبه. نحن ما زلنا في الميدان نعمل رغم أن تهدئة هنا وهناك، إلا أننا لا نغادر مراكز النزوح ونطلع نعم. إلى ما بعد الحرب، إلى دورنا ما بعد الحرب. شعبنا بحاجة لنا ما بعد الحرب أكثر، يعني أعتقد أنه أكثر من الآن. الشحنات النفسية لدى الأطفال لا تزول في يوم أو يومين، يعني لا نستطيع مسح أثارها إلا ما بعد انتهاء الحرب. المساعدات البيوت المدمرة كي نحصيها أو تحصيها أي مؤسسة لا تستطيع أثناء الحرب حصرها. نعم رياض أكيد يعطيكم ألف عافية. رياض زيد رئيس لجنة تنمية القيادات في المحافظات الجنوبية، يعني نشكركم طبعا على كل هذا الجهد، وأكيد يعني بدي أذكر معلومة أنه تم استهداف أيضا مجموعة القدس أو مخيم مجموعة القدس بالقصف الإسرائيلي يعني هناك، بالإضافة إلى كما ذكرنا سقوط يعني بعض الشهداء. بدي أحكي على مستوى الضفة، يعني سواء من خلال نعم. الحملات اللي قمت نعم. فيها بجمع ربما الأدوية نعم. أيضا برفض يعني المتطوعين، رفض نعم. المتطوعين للحملات الأخرى نعم. بالتعاون ربما مع الغرفة التجارية التي قامت بها في الخليل. حدثنا أكثر، يعني هل تم يعني جمع هاي الحملات نعم. إيصالها المساعدات إيصالها نعم. إلى غزة؟ والحقيقة يعني إحنا المجهود اللي قامت فيه الكشافة الفلسطينية من بالمرحلة الأولى كان يتركز على الاندماج مع كل الحملات الوطنية اللي قامت فيها الهيئات والمؤسسات في كل المحافظات. فالكشاف الفلسطيني يعني قام بأدوار الجمع، قام بأدوار التغليف، أدوار التخزين، النقل، هذا. لكن موضوع متابعة الوصول الشحن والوصول هذه تتبناها الهيئات والمؤسسات اللي هي قائمة أصلا على هذه الحملات. نحن بدورنا ككشافة فلسطينية كان النداء موجه لشبابنا أن يندمج في كل النشاط الوطني التضامني مع قطاع غزة. الآن احنا التوجه الخاص في جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية الآن يذهب باتجاه إطلاق حملة جديدة الآن خاصة بعنوان كشاف واحد وطن واحد، وبالتالي سيتم جمع تبرعات وستكون نقدية فقط ليرصد ريعها لدعم أنشطة وبرامج الكشاف الفلسطيني على ساحة قطاع غزة. نعم فسيتم جمع هذه الأموال من كل مجموعاتنا وكل مفوضياتنا العاملة في المحافظات الشمالية. أيضا لا ننسى دور يعني مفوضيتنا العامة في لبنان، مفوضيتنا العامة في سوريا اللي رغم الظروف رغم الفاتورة الغالية اللي دفعها يعني الكشاف الفلسطيني في سوريا، إلا أنه أيضا يقف على قدم وساق
مع إخوانه الكشافين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي المحافظات. نعم. أيضا يعني عم نشوف يعني هذه الصور. نعم. من النشاطات التي قام بها يعني شبان. نعم. الكشافة. حنان يعني لو تحكي لنا عن ردود أفعال الناس، يعني كيف كانت يعني خلال الناس اللي بتشوف هذه الحملات، هذا التعاون، هل في ناس كانت حابة تتطوع، بتشعر يعني مثلا بأنه هي قادرة أيضا على تقديم المساعدة؟ شوفي احنا بالحملات التطوعية اللي اشتغلنا فيها الناس كلها كانت متعاونة. يعني احنا لما نحكي ظروف عم نلم تبرعات لغزة كانت تختلف كليا لما نقول منلم تبرعات لإنجاح مشروع معين او منلم تبرعات لشيء تاني. الناس كلها كانت بتوجهها لو بشيء بسيط، المهم تساند وتساعد شعبنا بغزة. لما ننزل على الساحات كان الشعب برضو متعاون مع الكشافة في الحملات، الكشافة برضو كان مندمج معاهم، يعني برضو كان يدخل فيهم لأنه في إن هدف واحد اللي هو هدف مساندة ولم تبرعات ومساعدة لغزة. شاركنا يعني مع مؤسسات كثيرة، ما كان إنه بس نشاطات كشفية لحالها، دخلنا بالمجتمع أكثر، دخلنا مساندة لمؤسسات كتير كبيرة في عندها متطوعين ولكن بعدد أقلية. خلينا نقول إحنا لبينا هاي النداءات وتوجهنا لها ورحنا وساعدناها لأنه واحد لحاله ما بيقدر ينجز، فإحنا الكشافة كنا عددنا كتير كبير في كل المحافظات. نعم. هل الفئة العمرية، احكينا شوي عن الفئة العمرية، يعني مثلا من متى ممكن يكون يعني الطفل أو الشاب يعني عضو كشافة في الجمعية، ولا أي سن أو هو مفتوح؟ هنا بدك تحكي أحكي بس تحب فضل تفضل. لا لا ما بدي أقطع عليها، هو هذا الكلام طبعا يعني جليل للجميع أنه هذا سر استدامة العمل التطوعي في الحركة الكشفية. من هنا يعني يبدأ سرها، إنه إحنا مفتوح المجال الانتساب من سن 6 سنوات. يبدأ يعني يدخل في الحركة ويندمج في المرحلة العمرية حسب منهاجها اللي هو أصلاً منهاج تربوي مصمم ومخطط ومهندس مظبوط حسب متطلبات الخصائص النمائية لكل مرحلة. فالانضمام عندنا يعني بيبدأ بفترة مبكرة، لذلك من ينشأ في صفوف الحركة الكشفية يصبح العمل الطوعي ديدنه. وبالتالي يعني يكبر ويتربى عليه، لذلك عملية الانسحاب والتسيب من صفوف الحركة يعني قليل جدا. وعملية الاندماج في العمل الوطني أسهل ما تكون عند الكشاف من الآخرين. والبرنامج هذا المحبب جدا لدى نفوس الأطفال واللي بيلبي احتياجات كل المراحل العمرية. وبكل فخر لما أنت يعني بتشوفي خدم الحركة الكشفية الفلسطينية اللي هم أساتذة التربية الوطنية في فلسطين. الآن اللي ما من بكل فخر يقول يعني كم عمرك بالكشاف، لا يحكي عن عمر الزمني، من يقول نصف قرن أو 60 عام من عمري في الكشاف، وهاي الشخصيات الآن يعني موجودة بيننا وهم اللي علمونا الخير. نعم. بدي نعم. يعني الناس كمان. نعم. هلا اللي عم بيشوفونا وحابين. نعم. يعني انهم اولادهم. نعم. يشاركوا مع الكشافه. نعم. يدخلوا في هذه المنظومه. نعم. التربويه يعني. نعم. اللي بالفعل انها بتنمي الشخصيه وبتقوي يعني الاداء. نعم. الشخصي. كيف ممكن يتواصلوا معكم او وين العناوين اللي ممكن يوصلوا لها؟ هو الحقيقه يعني اسهل ما يمكن اذا اراد الشخص ان يندمج في الحركه الكشفيه. لانها فعلا متميزه بطريقتها، بطريقه عملها، والهيكل الاداري اللي بتشتغل فيه الجمعية يعني تماما كهيكل الدولة. يعني تتحدثي عن رئاسة في العاصمة، تتحدثي عن محافظات، وإحنا عندنا مفوضيات. في كل محافظة في مفوضية، هذه المفوضية هي الجسم اللي يضم كل. نعم. الفرق والمجموعات المتواجدة في النطاق الجغرافي لهذه المفوضية. نعم. وفي كل نعم أكيد طبعاً. كمان بدي ألفت النظر أنه. نعم. في صفحة على الفيسبوك للجمعية طبعاً. أكيد لكل اللي بيحبوا. نعم. يعني يتوجهوا لهذه الجمعية ممكن يدخلوا على الكشافة أو جمعية الكشافة والمرشدات. نعم. الفلسطينية. نعم. على الفيسبوك. شكرا لوجودكم معنا رئيس الجمعية محمد سوالمه وحنان قبيطة المرشدة، شكرا لوجودكم. شكرا على هذه المعلومات، أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. إحنا كمان نتمنى الازدهار والتقدم للفلسطينية، لأنه هي الفلسطينية يعني اسم على مسمى، والاهتمام هذا في القضايا العامة وقضايا الشعب الفلسطيني يعني هو احنا من اكثر المشاهدين للقناة، وشكرا جزيلا لكم، ونتمنى انه نتواصل. نعم. في حملتنا القادمة ان شاء الله، كشاف واحد وطن واحد. اكيد. شكرا لكم، شكرا لوجودكم، اكيد هذا واجبنا. الله يخليك.
مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونستكمل محطاتنا. في الله، صبحكم بالخير.